مساء الخير عليكم، معكم أسعد من قناة وشوشة. النهاردة حنتعرف سوا على كيفية تسطيب ويندوز 11 على الأجهزة اللي ما بتدعمش المواصفات، وده عن طريق استخدام ملف بسيط لتخطي مرحلة التحقق من المواصفات أثناء التسطيب. الملف ده اسمه lab config وموجود في الوصف أسفل الفيديو. بعد ما بنحمل الملف ده ونعمله داونلود بنحفظه على الهارد بتاعنا في مكان معين علشان هنستعمله فيما بعد. في الأول طبعا لازم نكون حملنا نسخة ويندوز 11 ايزو من موقع مايكروسوفت او اي موقع تاني، ونكون حرقنا هذه النسخة على فلاشة. بعد كده بنحط هذه الفلاشة في الجهاز ونعمل بوت من الفلاشة. من الشاشة اللي هتظهر لنا نضغط على اي مفتاح في لوحة المفاتيح علشان التسطيب يبدأ. بعدين من النافذة ديت بنختار اللغة اللي هينزل بيها الويندوز، الاختيار التاني بنختار البلد اللي احنا عايشين فيه، والاختيار الاخير لغة لوحة المفاتيح، وبعدين بنضغط نيكست، بنضغط على انستول ناو. من النافذة اللي ظهرت بنكتب أرقام تفعيل النسخة أو بنضغط على اختيار عدم وجود رقم تفعيل حالي علشان نبدأ التسطيب. بنختار نوع التوزيع بتاعت ويندوز 11 اللي هنشتغل بيها، هوم أو خلافه. أنا اخترت برو. هنلاحظ هنا إن مواصفات الجهاز بتاعنا لا تسمح بتسطيب ويندوز 11. طيب هنعمل إيه؟ بنقفل هذه النافذة وبنرجع للشاشة اللي قبلها، وبنضغط من لوحة المفاتيح على الأزرار Shift زائد F10 الاتنين مع بعض. هتفتح معانا نافذة الـ CMD وبنكتب فيها الأمر Notepad علشان نفتح نافذة جديدة. النافذة دي بنختار منها الملف اللي هيخلينا نتخطى مرحلة التحقق. الملف ده أنا حاطه لكم في الوصف تحت الفيديو. تفتح معايا النافذة دي واختار منها المكان اللي أنا حفظت فيه الملف بتاعي. هلاحظ ان الملف مش ظاهر، لكن لما بختار من الاختيار ده All Files الملف بيظهر معايا عادي. بضغط الماوس كليك يمين بختار ميرج، بعد كده بقفل كل النوافذ المفتوحة معايا وبرجع تاني للشاشة الزرقاء وبضغط على Install Now او بدء التسطيب. هنلاحظ المرة دي ان الويندوز عدى مرحلة الكشف على مواصفات الجهاز بتاعنا وكمل التسطيب اللي كلنا عارفينه عادي جدا. بقبل اتفاقية الترخيص، بعد كده بختار الاختيار التاني. لو كنت هنزل الويندوز بتاعي على بارتيشن فاضي ومش هعمل ترقية لويندوز قديم عندي. مرحلة التسطيب بتاخد لها حوالي 25 الى 27 دقيقة، انا اختصرتها علشان الوقت بتاع حضراتكم. بدأ لوجو الويندوز يظهر قدامنا على الشاشة، ونكمل مرحلة التسطيب باختيار البلد بتاعتنا. وبنختار لغة الكيبورد الرئيسية بتاعتنا. بعد كده بنختار لغة الكيبورد التانية اللي حابين نستخدمها مع الويندوز. نختار عدد مفاتيح لوحة المفاتيح اللي بنستخدمها، إن كانت 101 أو 102. هيبدأ يبحث عن وجود إنترنت متصل بجهاز الكمبيوتر بتاعي، علشان لو متصل هيبدأ يعمل أبديت لنفسه. أنا بقول له ما عنديش إنترنت دلوقتي، وبقول له كمل من غير إنترنت. بكتب اسم للويندوز، بدوس نيكست وبحدد كلمة سر علشان افتح بيها الويندوز، وباكد على كلمة السر بتاعتي، بدوس نيكست، وببدأ اختار 3 اسئلة واجاوب عليهم اسئلة امان في حالة لو نسيت كلمة السر. دي خيارات الخصوصية، انا عادة بلغيها كلها. ويندوز اكسبت، يبدأ الويندوز يكمل. وظهر قدامنا سطح المكتب بألوانه الجميلة، والتاسك بار بشكله الجديد، وزرايره الموجودة في منتصف الشاشة، ودي طبعا ممكن نغيرها ونخليها على الشمال كالمعتاد. طبعا الويندوز مش متأكتف. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة أشرح فيها مميزات ويندوز 11 الجميلة واللي ضافتها لنا مايكروسوفت.